بلد مكشوف منذ 2005، ونتعرض لأكبر عملية انكشاف حصلت في التاريخ، حيث دخلوا على كل الداتا، الاتصالات والداتا الباسبورات، والحكومة اللبنانية سلمت كل شيء للجان التحقيق الدولية التي كان من بين أعضائها إسرائيليين يعني بيحملون الجنسية الإسرائيلية. نحن الوسيط الأمريكي الذي كان يأتي إلى لبنان ويفاوض الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالحدود البحرية والنفط والغاز وهيك، واليوم منذ عام وهو انتقل ليكون موفد الرئاسة الأمريكية، هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، هو كان قاتل في جنوب لبنان مع جيش العدو الإسرائيلي، يعني كان محتلا للبنان، وهو اليوم ما زالت الحكومة اللبنانية تفاوضه، وهو يقول أن أبواب الدبلوماسية أقفلت في لبنان. لا، مش بس من خلال حزب الله عم يطلع تصريح، لا، اللي عم يطلع تصريح على لسان السيد حسن نصر الله الذي لم يعد موجودا بيننا اليوم، عن موضوع موافقته عن هدنة، عن فصل الجبهات، جبهة غزة أو جبهة الإسناد لغزة، وكل هذه الأمور. وبالتالي مما اضطر مكتب العلاقات الإعلامية أن يصدر هذه التصاريح. و يعني هناك حرب عالمية ونصف لبنان مشارك فيها إذا بدنا نقول على المقاومة اللبنانية، ولذلك يعني كل البيانات التي تأتي من المقاومة هي اللي نحن علينا نصدقها، لأنه الحرب من كل الإعلام